بيتر ميمي مؤلف الفيلم ومخرجه عامل فكرة حلوة جدا، فكلنا تحفزنا وتحمسنا ليها، زي الفكرة بتاعت الهرم الرابع برضو كانت تأليفه وإخراجه. المنتج سيف عريبي صراحة منتج متميز، منتج بيصرف على أفلامه كويس جدا، تشتغلي معاه وانت مرتاحة نفسيا، ما بيبخلش على شغله، بيحاول يعمل أقصى حاجة إنها تطلع بشكل كويس عشان ترضي جميع الناس. بس دايما افلام المخرج بيتر ميمي بتعرض شويه للانتقاد او بيتهم بان هو فكره مسروقه او تنفيذ، ردك على ده؟ والله بص اقول لك على حاجه، احنا لازم نفهم حاجه ان الافكار كلها شبه بعض، مش هنكدب على بعض في الحته دي، بس ازاي تتناوليها وازاي تعمليها فكره هي دي اللي بتختلف، وده اللي بيحصل من نجاح من فيلم للتاني. لكن احنا هنقول ان 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 السينما عملت كل حاجه يعني، بس في افكار، في طريقه، في تناول، ازاي تعرفي تعملي ده عشان توصلي الناس حاجه جديده، فاهم قصدي؟ فهو ده اللي بنتكلم عليه. فاذا كان بيقول ان هو ما فيش مساله سرقه، دي بتبقى توارد خواطر، حاجه قريبه من هنا، حاجه بتتعمل من هنا، لكن انت عملتيها ازاي ده اللي يفرق.